كتاب الجمعية المغربية لنجاح التسامح. اليوم جمعت الإخوان والأخوات هنا في الجامع باش ندير واحد الصلاة باش ندعو مع سيدنا الله يسوع في هذا العيد ديال نوالا. كانت عندنا رشا شانا ولو كغون باردون، راس العام ولو كغون باردون. واليوم العيد ديال نوالا اللي هي 8 ديال نوالا كناكلو كنجلسو في الجامع في السكا باش في نوالا باش نتعشاو ونتغداو. الجمعية المغاربة للتسامح باش ندعو مع سيدنا على صحته وعلى العمر الطويل إن شاء الله، وعلى الأسرة العلوية وعلى جميع المغاربة وعلى المغرب ديالنا. وهاد العيد هذا كنتسناو فيه الشتا إن شاء الله، كنكونو جالسين في نوالا وكيتقصو بعينا الشتا فوق نوالا. مناسبة؟ مرة في العام، 8 أيام مرة في العام كنحتفلو في مرة العام. بحال داكشي ديال رمضان عندكم وداكشي، بحال العيد الكبير وداكشي. هذا عيد ديال نوالا وكبير عند الله، هذا محترم بزاف وداخل في القرآن ديالنا في التراث. كانوا جدودنا في المسار ومن يخرجوا كانت الشتا كيتصوب بزاف بزاف، وما لقاوش فاني بوغ سابغيتي باش يدربوا ودربوا على شي حاجه بحال هكذا وتعيش الشتا. داكشي علاش كان 8 أيام ديال الشتا. هذا هو العيد، هذا هو العيد كنحتفلوا، كيعيشين كياكلوا ويشربوا النهار كله في الشتاء، فوالا داكشي علاش كنديروا هذا العيد، فوالا. أحضر اليوم بدعوة كريمة من سوزان أبيطان رئيسة الجمعية المغربية للتسامح، وهي الجمعية التي تقدم خدمات كبيرة على المستوى الاجتماعي وتقوم بأنشطة ثقافية واجتماعية واقتصادية وصحية لفائدة المغاربة. نعم. طيب اليوم أحضر بهذه الصفة بدعوة كريمة من الجمعية المغربية للتسامح. نحن الآن في المعبد اليهودي وحنا، حيث ستقام الصلاة في هذا المعبد وسيتم رفع كف الضرعة لجلالة الملك نصره الله، ليحفظه الله ويعزه وينصره دائما وأبدا إن شاء الله. هذا الاحتفال هذا اللي سهرت عليه الجمعية المغربية للتسامح واستعدت ليه هذه أيام وأسابيع من بعد لاوش هاشانا اللي هي رأس السنة العبرية، من بعد اليوم كيبور اوسي اللي احتفلوا به اليهود في العالم كامل، خصوصا الجالية اليهودية من المغرب، ومن بعد عيد النوالة. سوزان أبيطان اختارت انها اليوم ضروري تحتفل واخا الحاله الصحيه ديالها صعيبه، وبغات اصدقائها عائلتها اسرتها والمقربين ديالها يكونوا اليوم في المعبد، لذلك لبينا هذه الدعوه. الهدف ان شاء الله هو لا بينيديكسيون، هو الدعاء ديال الجامع والدعاء لجلالة الملك الله ينصرو على صحته وعلى الامن والاستقرار ديال بلادنا ان شاء الله. من واتفاق لي